أعزائنا المشاهدين، بالمحبة نلقاكم من جديد، مرحبين بكم وبضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأخت ماريرين بدر. أهلا وسهلا سر ماريرين. أهلا فيك سر كلارا. الأخت ماريرين من الوهادني عجلون، تقوم بخدمتها الرهبانية كمسؤولة عن إدارة مستشفى راهبات الوردية في مدينة إربد الأردن. موضوعنا اليوم يتناول الحديث عن الخط الاستشفائي الذي بدأته مؤسستنا القديسة ماري ألفونسين مع الرعيل الأول من أخواتنا الراهبات، فلقد ذكرت في مخطوطها الثاني ما يؤكد ذلك وكتبت: كنا نداوي بعض الأطفال، وذلك أثناء تواجدها في بيت ساحور عام 1886. سير ماريرين، متى بني مستشفى إربد؟ أول تأسيس كان عام 1951. نعم. كان يقتصر أول شيء على الأمراض النسائية والتوليد. نعم. وتقديم الخدمات الصحية الأولية. نعم. ولكن مع تطور التكنولوجيا والأمور الصحية بالعام 1968 كمان طور المستشفى وصار يضم جراحة عامة وباطنة. نعم. ومع تطور الزمن كمان، لأنه تعرف الأمور الصحية والخدمة الطبية بتطور، قامت الرهبنة ببناء وتوسع على المستشفى. نعم. كان المستشفى القديم بوسط البلد. نعم. ولكن مع تزايد الأعداد وصار ضيق المستشفى، بعام 1985 تم توسعة المستشفى وبناء جديد على أول بلد إربد، وإربد بالشمال المستشفى. نعم. الوردية طبعا المستشفى صار أوسع، تضمن تقريبا 7 طوابق. نعم. وفي تقريبا كل أنواع العمليات الجراحية وما عدا عمليات القلب المفتوح، ونتمنى أنه بالمستقبل يصير عندنا عمليات جراحية. والمستشفى بيضم كمان طاقم كبير من التمريض والإداريين. نعم. حوالي 150 موظف عندنا. نعم. وبيستقطب تقريبا كل الاختصاصات، الأطباء من 50 إلى 60 اختصاص بترددوا عنا على المستشفى من خيرة الأطباء ومن الأطباء المشهورين بالشمال. نعم. مدينة الشمال. تحددينا بس أقسام المستشفى، يعني مثلا في قسم الطوارئ، وشو الأقسام الثانية اللي عندكم؟ أقسام المستشفى عندنا قسم عناية مركزة بتكون من 7 أسرة. نعم. وعندنا قسم للأطفال خاص بتقريبا 14 سرير. نعم. وعندنا قسم جراحة، قسم باطني، قسم نسائية وتوليد، وعندنا قسم خداج لحاله. نعم. بالإضافة للسنة هذه قامت الرهبة لمساعدتنا ورممنا قسم العمليات، تجدد وافتتحنا تقريبا بعد ما نشتغل على الافتتاح، بلشنا فيه تقريبا بشهر 7 الحالي. نعم. وجهز من كل أنواع الأجهزة عندنا من المتطورة، يعني أنه عمليات كل أنواع العمليات بتشتغل عندنا. بالإضافة إلى أقسام قسم الطوارئ عندنا 24 ساعة شغال. بالإضافة عندنا الطوارئ واللي هي بتتكون من وحدة التنظير الجهاز الهضمي ووحدة لتصوير الأمواج للقلب، وعنا وحدة كلى غسيل كلى بتتكون من 10 أسرة، والمختبر والصيدلية. وإن شاء الله إحنا هلا بصدد إنه عن قريب رح نفتتح مجمع للعيادات الخارجية عنا بالمستشفى، بتكون من تقريبا 16 عيادة ويعني ضامة كل الاختصاصات عنا بالمستشفى. نعم، على بركة الله. سر ماريرين، قديش صار لك رهبة؟ أنا تقريباً 31 سنة صار لي رهبة. العمر كله كل خدمتك الرهبانية قضيتيها في المستشفى؟ متواصل من 1995. نعم. بس قبل هذا أنه كنت يعني كملت دراسة جامعية بال 1995. نعم. لكن قبل كنت مساعدة، كنت دارسة 2 سنين. نعم. عشت كمان 3 سنين بالمستشفى. يعني خلينا نحكي الخط الرسولي في الرهبنة اللي اختبرتيه مليا هو الخط الاستشفائي. أنا كله بالتمريض، يعني ما عندي خبرة رعاية ولا مرسليات، كلها بخبرة التمريض.
تمام. هل بتشعري انه في رساله معينه او ميزه معينه بتميز الراهبه الممرضه عن الاخرين؟ اكيد في كثير اشياء بيميز الراهبه عن الممرضه او عن اي موظف عادي. ممكن باعتقادي انه بخدمه الراهبه الغير مشروطه، يعني بتخدم المريض، خصوصا نحن رهبات المستشفى. نعم. انه اهتمامنا على المريض ككل، نهتم بسد حاجات المريض، الحاجات الجسديه التمريضيه، حاجات الروحيه، الحاجات المعنويه. يمكن اكثر شيء بنركز على المعنويه والجسديه بنخليها يعني كتشويس ثاني. نعم. وخصوصا الروحيه، انه من تامين الاسرار، سر القربان الاقدس، وخاصه مسحه المرضى. بتعرف انه نعم. بمراحل الاخيره للمرضى بنرافقهم، احسن سر بنعطيهم اياه هي سر مسحه المرضى. نعم. والدعم المعنوي هذا بيلعب دور كبير بالمريض، للمريض. نعم. ممكن هذا بيكون نص علاج المريض، انك تدعمي نفسيا وتوقفي بجنبه ناحيه نفسيه. يعني هاي بيميز يمكن الراهبه عن الممرضه. ممكن تحكي لنا شوي عن طريقة عملكم في المستشفى كرهبات؟ هل مثلاً في شفتات معينة، أوقات معينة تتناوبوا على العمل في المستشفى؟ كيف بيصير برامجكم كرهبات؟ هي يمكن شوي قلة الراهبات الممرضات بالمستشفى. نعم. إنه أنا بحب التمريض، التمريض بدمي، يعني لو صح لي إني أبقى بين المرضى هذا أمنيتي يعني. نعم. بس كون إنه قلة الراهبات بحقل التمريض. نعم. بتطلب منه ان يعني نقوم بجولات، نزور كل المرضى. يعني اول ما اجيت انا بال1995 كنا تقريبا شيء 14 راهبه بالمستشفى. نعم. يعني كان كل قسم بالمستشفى مغطي راهبه او راهبتين، كنا نشتغل بايدينا التمريض. اما هلا يمكن بقتصر على المراقبه، راقب المرضى انه حاجاتهم كلها ملبيه، انه حاجات التمريضيه، يعني اقتصر اكثر شيء هلا على الجولات والمراقبه اكثر. طيب بس انه تواجد الراهبه بالمستشفى مهم كثير. نعم. يعني خصوصا انه الناس بتيجي على مستشفى الرهبات تتوقع الخدمه، يعني هذا الشيء اللي بيميزنا عن المستشفيات الخاصه اللي حوالينا. في مستشفيات كثيره، ولكن كثير ناس بتفضل تيجي على مستشفى الرهبات يقول لك انا بحب اجي للخدمه. نعم. لوجود الرهبة، انها بامن على مريضي يكون عند الرهبات، من الضمير الصاحي، من احنا مراقبتنا المكثفه للتمريض، حتى انه نبني فيهم الضمير الحي ونهتم بالشخص اكثر ما نهتم بالامور التمريضيه. يمكن اكيد مهم الامور التمريضيه، ولكن عندنا انه الشخص كشخص لازم انه نعطي الأهمية الأولية. وأكيد في برامجكم بتنسقوا بين حياتكم الخاصة كرهبات، حياتكم الرهبانية، وبين حياتكم المهنية التمريضية. أكيد هذا بدون يعني إنه في عنا صلواتنا القانونية. نعم. يعني التابعين للرهبانية. نعم. وحتى موظفينا بالمستشفى صار يعرفوا إنه في عنا وقت للصلاة، لأن حتى الأسلام يعني صاروا هيك إنه يعرفوا إنه في قداس. يعني مثلا في راهبه نايمه بالمستشفى، في مريض مسيحي، مثلا نتصل تليفون ممكن تسال، في عندنا قداس بيحبوا يتناولوا القربان الاقدس. يعني حتى البنات المسلمات صاروا انهم يعرفوا ايش الرهبات وشو نظامنا وشو قربان اقدس وشو، يعني صاروا ماخذين روحانيه الرهبات. يعني كل من يعمل معكم بفهم برامجكم وبيحترمها. حتى تمام. على الرياضه الروحيه، اول ما قلنا من الرهبات عندنا رياضه روحيه سنويه، ما كان عندهم فكرة إنه شو الرهبات، يعني فكروا رياضة جسدية. نعم. ولكن إنه لما شوي شوي إنه مع الوقت فهمناهم رياضة روحية، هاي صلاة للراهبة بتختلي بنفسها، بترجع بنشاط روحي جديد، إنه صار حتى يسألونا سستر إمتى أنتوا رياضتكم روحية. نعم. يعني صار عندهم فكرة، إنه خصوصا البنات القديمات عنا اللي صار لهم فترة. نعم. بنقرأ في إنجيل القديس لوقا قديش يسوع كان عنده صفات الرحمة والحنية والطبيب الشافي. كيف رهبة الوردية الممرضة بتقدر تعكس شخصية يسوع أو هذا الجانب الحنون منها والشافي خلينا نقول في المستشفى؟ باعتقادي أنه وجودنا هو شهادة لرسالتنا. نعم. يعني ممكن في كتير ناس ما بعرفوا كتير عن الرهبات، ولكن وجودنا وخدمتنا لإلهم
ولطافتنا ومحبتنا لإلهم وحنانهم وشعورنا حتى مع المريض. كثير من المرات بنحمل هم المريض وألمه، بنرافقهم بصلواتنا، أنا رح أضوي لك شمعة، رح بالقربان أقدمها على الهيكل. نعم. يعني بنرافقهم معنا بكل الأوقات بوجودنا، يمكن وجودنا كثير له دور كبير. نعم. وهذا يمكن من وجودنا بين المرضى أكثر إنه انطباع بنعطيه للمريض. وأكثر إشي الخدمة. نعم. يعني الخدمة بيحب الناس إنه يجوا عند الراهبات، لأنه بقول لك أنا بأمن إنه أنا بروح على مستشفى حكومي بلاقي يمكن الاقي عندهم أجهزة متطورة أكثر من عنا، عمليات قلب مثلاً كثير بيعملوا مستشفيات تانية عمليات قلب بس بيجيبوا عنا للخدمة. نعم. لأنه بيعرفوا إنه الراهبات بدير بالهم على المريض مع ممرضاتنا مع تمريضنا، بأنه الخدمة والضمير الصحي عند التمريض. سؤال، هل في متابعة للمريض بعد ما يطلع من المستشفى؟ يعني في عندكم قسم متابعة ممكن حدا يسأل عنه يتواصلوا معه، ولا أنه مجرد ما طلع بطمأنيته وعصحته خلص ما في؟ هو بطبيعة الحال المريض يرجع على الطوارئ حتى يراجع المريض، وفي مرات نحن دائماً نطمن إذا كانت مثلاً حالة بننبسط كثير أنه كانت تعبانة كثير الحالة. نعم. وروحوا على البيت دائماً أنه على اتصال فيه بنسأل طبيبه كيف صارت المريضة، كيف صار المريض، يعني ننبسط كثير أنه بدخل بحالة مرات أنه يعني بحطوا على جهاز التنفس الاصطناعي وبترقبوا فيه لحظة بلحظة، ولكن ننبسط لما نشوف المريض طلع وصار بحالة منيحة ومنتابع نحن معهم هدول وننبسط. نعم. صار حالته منيحة. آخر سؤال، هل في تطلعات مستقبلية للمستشفى من إنشاء، من تطوير، استيراد أجهزة؟ إحنا يمكن تكون تمنيات، يعني باسم أخوات الراهبات بحكي. نعم. إنه أول شيء لقلة الراهبات الممرضات على نطاق رهبنة، إنه بنتمنى من رئاستنا العامة إنه يشجعوا الراهبات الممرضات انه على الدراسه، وكمان انه مجالات ثانيه يمكن بحاجه بالمستشفى، راهبه تكون باختصاص بالاشعه، راهبه تكون بالصيدليه، بالامور علم الاجتماع، يعني كثير هاي مهمه كمان انه تكون راهبه مع هاي. بالاضافه انه امنيتنا انه يعني تحقق يكون عندنا وحده قسطره قلبيه بالمستشفى. نعم. حتى نكون نحن اكتفينا، يعني هذا يمكن اللي بنقصنا شوي بالمستشفى. وبعض الأجهزة المتطورة بالرغم من أنه يعني زي ما حكيت أول ما بديت أنه المستشفى اتطور يعني مجهز بأجهزة متطورة، لكن بعد ينقصنا بعض الأجهزة خصوصاً بالعمليات العيون المتطورة من جهاز الفيكو، جهاز الليزك، البيت سكان، هدول يعني بصور الجسم كله خصوصاً للأمراض السرطان أنه تكتشفيها. يعني أمنيتنا هاي إنه بالمستقبل إن شاء الله زي ما تطورنا من ولا إشي صرنا اسم الله يعني مستشفانا معروف، إنه أمنيتنا إنه كمان تتحقق هذه الأمنيات. الله يحقق أمانيكو وربنا يزيد الدعوات، والله يبارك خدمتك أنت وخياتنا الرهبات اللي في المستشفى، وشكراً على اللقاء. شكراً سيدي. إن عمل المسيح الخلاصي يتواصل بواسطة الكنيسة سر محبة الله وحنانه للبشر، فعندما أرسل يسوع تلاميذه أعطاهم وصية مزدوجة، إعلان إنجيل الخلاص وشفاء المرضى. لقد أشار قداسة البابا فرانسيس إلى أن الكنيسة ومن خلال الأمانة لهذه الوصية قد اعتبرت دائماً أن الاعتناء بالمرضى جزء لا يتجزأ من رسالتها. أما الفقراء فهم عندكم دائماً أبداً، يقول لنا يسوع، وتجدهم الكنيسة دائماً على طريقها معتبرة الأشخاص المرضى كطريق مفضلة للقاء المسيح واستقباله وخدمته. إن كل واحد منا مدعو ليحمل نور كلمة الله وقوة النعمة لجميع المتألمين ولمن يساعدونهم من أقرباء وأطباء وممرضين، كي تكون خدمة المريض على الدوام أكثر إنسانية بتفان سخي ومحبة نابعة من الإنجيل. هكذا كانت القديسة ماري ألفونسين تستهل يومها بلقاء مع يسوع في القربان الأقدس، لتخرج من بعد ذلك وهي تمسك بالسبحة الوردية بيدها لتبحث عن الرب وتخدمه في شخص كل من التقت به ولا سيما المرضى والمهملين. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نستودعكم بسلام المسيح وإلى اللقاء.